مرحبا، السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم معنا من سوق حد ولاد الفرج. اليوم 23/10/2022 غنبداو مع هذا الخرفان. تبارك الله ما شاء الله ديال الفحله. خرفان حاليين، يلا اعطينا هذا، نبداو بهذا هو الاول. هذا 56 56 البيع ديالو 2000 كيقول 2800 درهم. هذا هو الفلوس اللي بغات تعطيني. إذا كان ديما تعرفوا شرح أعطي الخبر للناس، كان ديما راكم تبغوا الصفحات أعطي الخبر للناس. زيد أعطينا هذه التشكيلة هذه 86 76 أصغر واحد شحال هو 66. والمرقد ديال منين هذا؟ قالك جايبه من القيم الصالح الخوت، دراري تاع الوكالات هما كيديروا في القيم الصالح وكيديروا حتى البروجي الخوت. ايوا خلينا من نمرة التليفون اللي بغى شي فحال ولا شي حاجه يتصل. انت فين كاين؟ انت في العونات في بولعوان؟ بلاد بوعزيز. بلاد بوعزيز الزاويه سيد اسماعيل. الزاويه 06 98 97 98 97 27 97 اللي بغى شي خروف فحال وقريب دكانه وما عندوش كيفاش يدي بلاصه يتصل به ويتفاوض على راسه. بيع وشراء مفاوضة. الله يسهل عليك، الله يسهل عليك، الله يعاونك. مرحبا الخوت مغاربة من طنجة للقويرة، الله يسهل على الجميع. هذا خروف حساب هنا في السوق حد ولا تفرج اش عطاوك؟ كيقول مولا 41. مولا كيقول 41 2050 درهم. كيداير السوق اليوم في الخروف؟ كاين الثمن. كاين الثمن؟ السلوك؟ السلوك شويه شويه. الثمن؟ الماكلة عارفينها غالية، معروفة غالية. صور اخويا ضروري نعرفوا الثمن ونعرفوا الماكلة معروفة غالية. سولني على أي حاجة أنا غنجاوبك عليها. على العموم الله يسهل على الجميع. قلت تسولوا على الثمن، تسولوا على الماكلة، الماكلة عارفينها غالية، كلشي عارف بأن الماكلة تاع الفايم غالية. 41 الله يسخر. الله يسخر الجميع. تبارك الله ما شاء الله. 46 عندك عند عبد الهادي؟ عبد الهادي؟ اه هي عندي النمرة ديالها، عندي النمرة ديال عبد الهادي. ها هو غادي يورينا هاد الصغيرة. راك عطلة ولا؟ صيفط لعبد الهادي. ياك صيفط، نصيفط لعبد الهادي، نصيفط عليه واتساب إن شاء الله. يلا قول لي كي دايرين في السنب؟ ها؟ السن البعية وستس. البعية وستس جموع؟ لا ما كاينش جموع. حتى وحده جامعه ما كاينه الدرار بكارانتي كلها محيه صافي ضاره. ستة وأربعين 2300. باش تقرا انت؟ سادس. تبارك الله عليك ما عندي ما نسيه كيقرا السادس الله يسهل عليه. آه انتم كما شفتوا اخوان 2300 درهم. لا ما تضربش ما تضربش ما تضربش ما تضربش النعجات. النمره ديال ولدة السيد عندي اللي بغى شي حاجه يخليها كومونتير. نعطي النمره تاع عبد الهادي. عبد الهادي ولده غير دري شويه. يلا الله يعاونكم الله يسهل عليكم صافي. الله يدير خير الله يجيب تيسير. مليح وزينات سداسيات؟ الشاف هو هذاك لا يقول سداسيات ولد خرفان؟ خروفة وخروفة اي ثمانة ثمانة تعاون 80 هو 76 شحال؟ 60 عاطين بجوج تصور يا سعيد 1500 درهم في الوحدة اللي عاطينو. وشحال قلتي لهم انت؟ الو كاين تبات كان قلتي لهم زيدوا معنا شويه وديهم. اييه الله يسخر الله يسخر. ياك سداسيات ماشي جموع؟ جموع جموع جموع
خروفه وخروف جموع الله يسخر الجميع. شحال بجديتي؟ ها؟ شحال بجديتي كاملين؟ 180 180 وحده متومة. استنى خرجوا دايرين نستنى خرجوا معنا الباب سير الله يسخر الله يسخر هنا انت عاد كمل المهم هذا اخوان هما اللي مشاو 108 انا تبعت حتى البر 5400 درهم. شحال من خروف وشحال من خروف اخو خروف تام كلشي حوليات والسن تاع النعجات سن برزت تما تخلطوا ليه كنا يخرجهم بسهولة تبارك الله على العموم الله يسخر الجيم النعجات صغارات شوية نيات أي يلا الودة الأولى الله يسهل عليه الله يسهل على مولانا الدين نعاونك نخرجهم ندفعهم لهيه عندك غير شوية غير شوية شوفي بنات سير معاهم وجيب معاهم ورجع الله يحفظك سير معاهم تسير لي ورا بنات ورا بنات الدين مع الله يحفظك والله سير الله يسهلك تبارك الله ما شاء الله اخوان كما كتشوفوا خرفان سرديين المرقد داير ما دكفاله عاد كوالا الثمن شنو مزقين معاه الثمن حنا شاريين اخويا اي شحال ديتو دينا ما خويا ب 41 41 2050 درهم كي جاك السوق السوق كاين الثمن السوق كاين الثمن اي والله يسهل عليكم فيهم ان شاء الله باش تربحوا فيهم الله يسخر الله يجيب تيسير نوريهم لكم كاملين الخوص من بعد شويه باش نبدل لكم الفورما ديالهم هاديك أربعة هاديك أربعة هاك صافي هما أربعة كما شفتو بواحد وربعين هذاك ما معاهم صغير شوية الله يسخر هذا يا إخوان تبارك الله ما شاء الله خروف مليح اي لي فحال ان شاء الله اي لي فحال ما نديش شي غادي به النعجات سنا الحلي سنا الحلي 60000 60000 باش ديتي زين انت ما تشوفوا اخوان مليح والله الله ان شاء الله التريكه ديالها تخرج مليحه باذن الله الله يسهل الله يسهل عليك فيه هاك شدوا 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 باش نبينوا اللهم يسر ويبارك فيه مواصفات زوينه تبارك الله ما شاء الله الله يسخر مولاي الله يجيب التيسير الله يجيب التيسير ليه اخو الله يحفظك مرحبا شوف اخويا تستاهل تا هي تشاف نيت حوليه سرديه زينه سنا الحليب غادي بها يكسب ان شاء الله الثمن شحال ديتها 900 18 18 900 درهم الخوص باش نشد على خويا بالصحه والراحه بعد العصير مرحبا والف مرحبا تبارك الله ما شاء الله مليح الخوص ديال الحوليه كما تشوف مليح ديال الحوليه راك عشاق اخويا ما عندي مساك والله يسهل عليك الله يسهل على خويا الله يجيب لي التيسي الله يجيب التيسي انا الله يحفظك اخويا 110 110 55 ها بسم الله 60 50 60 50 دوز اخويا والدين خرفان سنى غير السن اللي بقى لينا هذه جموع جديد
جموع عندك يهربوا لك اخويا الله يرضي عليك ما نتسبوش في المشاكل الله يسهل عليك فيهم ان شاء الله بالرباح وتبارك الله على خويا سير غادي نزيد معاك شويه عليه باش ان شاء الله نشوف واش غادي نزيدوا شي حاجه ولا نودع المشاهدين ديالنا مازال ما عرفتش نتمنى نكون توفقنا ان شاء الله باش نوصل لكم شويه السوق ولو بالقليل ثم خليو لنا جيم شجعونا ودعمونا هذا هو الله يسهل لنا خونا الدري اللي دار لنا جات دري درويش عرفني الله يسهل خربان راه مزيني والله جبتي سير اخويا تبارك الله عليك تبارك الله عليك